للنهوض بالتكوين المهني في مهن الصناعة الدوائية وملائمة العرض التكويني مع حاجيات القطاع، وقعت اتفاقية إطار لإحداث معهد للتكوين المهني في مهن الصناعة الدوائية. هذه الاتفاقية جت باش تعزز العرض التكويني على المستوى الوطني، إحداث معهد في التكوين المهني بالنسبة للصناعة ديال الأدوية والابتكار الصيدلي. هذا واحد المعهد إن شاء الله اللي غيكون بجميع المواصفات ديال الجودة، واللي غادي يمكن من تكوين الشباب في هذا المجال. هذا يعني التكوين اللي غادي يكون عنده عدة مزايا. الأولى وهو هذا القطاع اللي هو قطاع حيوي مهم جدا. احنا شفنا في هذه الفترة ديال الجائحة انه كان بجانبنا، الحمد لله في المغرب ما تخصينا من والو، لان هذا القطاع سنواته هو كيشتغل. الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات ومن بينها المهن الطبية. المعهد سيمكن من ملائمة التكوين مع الحاجيات الحقيقية لهذا القطاع الحيوي، وتمكين موارده البشرية من الكفاءات والمؤهلات الضرورية للانفتاح على دول أخرى. هذا فضل كبير أولاً لنا احنا كمستثمرين في هذا الميدان، حتى غادي نقدروا نوفروا ناس متكونين. الاتفاقية تتوخى تحقيق التقائية أفضل بين تدخلات الأطراف الموقعة عبر إحداث المعهد وإعداد دليل للوظائف والمهن ومرجعية للكفاءات وتوفير عرض تكويني ملائم لحاجيات القطاع.